أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. طلاب الأعزاء، نلتقي في هذه المحاضرة الخامسة التي سوف نتحدث فيها عن إعراب نصي. سنأخذ سورة القارعة كاملة إن شاء الله، بالإضافة إلى ثلاثة أبيات شعرية. الآن طلاب الأعزاء، قد امتلكتم معظم مفاتيح النحو في العجالة أو في المحاضرات التي مرت، والآن سنطبق بشيء عملي ونبدأ بسورة القارعة ونبدأ بالبسملة. فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. بسم الله، الله مضاف إليه مجرور. ما معنى المضاف إليه؟ بمعنى اسم أضيف لاسم قبله على تقدير حرف جر. كأننا قلنا بسم لله، فحذفنا حرف الجر وضممنا الاسمين معا بدون حرف جر، فكان المضاف إليه بسم الله. وهكذا تقول: طالع الجبل، قارئ الدرس. فالكلمة الثانية هي مضاف إليه. بسم الله الرحمن. الرحمن نعت لله، والنعت يتبع المنعوت الذي قبله، فالذي قبله مجرور، إذن الله نعت مجرور، نعت أول. الرحيم نعت ثان مجرور. الجار المجرور في قولنا بسم الله وشبه جملة، وشبه الجملة خبر، فأين المبتدأ؟ نقول: المبتدأ مقدر تقديره ابتداء تلاوتي بسم الله الرحمن الرحيم. فشبه الجملة خبر لمبتدأ محذوف. وهذا أحباب الكرام يكثر في استخداماتنا اليومية. تقول: قسم التمريض، بمعنى هذا قسم التمريض، فقسم خبر لمبتدأ محذوف. تقول: صيدلية فلسطين، فصيدلية هي خبر لمبتدأ محذوف. وهكذا بعض الطلاب يقول: أستاذ الفاضل، لو قدرنا بدل الخبر المحذوف قلنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل يصح ذلك؟ نقول: نعم يصح، ولكن الإعراب يختلف. فتقول الإعراب الجزئي: بسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور، وتكمل الجملة إلى النهاية، ثم تقول: وجملة البسملة في محل نصب مقول القول مفعول به. وهنا نؤكد مفتاحا مهما للطلاب، أن جملة مقول القول في محل مفعول به دائما. تقول: قال الرجل: أين الباعة؟ فجملة أين الباعة المكون من المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول به على أنها مقول القول، يعني القول الذي قيل. دائما بعد الفعل قال أو قالوا أو قلنا تأتي جملة تسمى جملة مقول القول في محل نصب مفعول به. أنهينا أحباب الكرام إعراب البسملة. نأتي لبداية الصورة. القارعة، ما القارعة؟ القارعة ما إعرابها؟ اسم في أول الجملة. ببساطة نقول: مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ما القارعة؟ جملة جديدة. ما اسم استفهام في أول الجملة؟ فهو مبتدأ. القارعة خبر. لكن الآية الأولى: القارعة، أين خبرها؟ وقد قلنا من قبل في المفاتيح أن لكل مبتدأ خبر حتما، فأين الخبر؟ نقول: والجملة المكونة من المبتدأ والخبر، للجملة الثانية القارعة أنهيناها. ما القارعة؟ جملة ما القارعة المكونة من المبتدأ والخبر في محل خبر للمبتدأ الأول، وهو القارعة الأولى. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ الواو حرف استئناف،
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ونؤكد هنا مفتاحا مهما أن جميع الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب. إن نطقنا سكونا فهي مبنية على السكون في، وإن نطقنا فتحة و فهي مبنية على الفتح، وكلها لا محل لها من الإعراب. ومعنى قولنا لا محل لها من الإعراب أنها لا تأتي مبتدأ ولا خبرا ولا نعتا ولا مفعولا ولا ظرفا. هل رأيت في يوم من الأيام أن حرف الجر في كان لوحده خبرا أو حالا؟ كلا. إذن هذا معنى قولنا أن الحروف لا محل لها من الإعراب. إذن وما أدراك، الواو حرف عطف، لا حرف استئناف لا محل له من الإعراب. ما اسم استفهام في أول الجملة فهو مبتدأ. أدراك، أدرى فعل ماضي، فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف، منع من ظهور الفتحة التعذر لأن آخر الكلمة أدرى، وقلنا على الألف الحركة تقدر للتعذر. وما أدراك، أدرى الله محمدا، هذا معنى الجملة. فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول أول. وما أدراك، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر للمبتدأ ما. وما أدراك ما القارعة، ما القارعة سبق إعرابها، ما مبتدأ، القارعة خبر، والجملة المكونة من المبتدأ والخبر ما القارعة سدت مسد مفعول الثاني والثالث، لأن الفعل أدرى بمعنى أعلم ينصب ثلاثة مفاعيل. وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم ظرف زمان منصوب بالفتحة، يكون فعل مضارع ناقص، ونتذكر أن الناقص لا فاعل له، إذن يكون فعل مضارع ناقص. يوم يكون الناس، الناس اسم يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كالفراش، الكاف حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، الفراش اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، كالفراش. يوم يكون الناس كالفراش، الناس كالفراش، فشبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر يكون، كالفراش المبثوث، المبثوث نعت للفراش مجرور. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، من فهم إعراب الآية التي سبقت إعراب هذه الآية كسابقتها تماما، الواو حرف عطف، تكون فعل ماض مبني، فعل ماض، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال، الجبال اسم تكون مرفوع، وتكون الجبال كالعهن، الكاف حرف جر، العهن اسم مجرور، وشبه الجملة في محل نصب خبر تكون كالعهن المنفوش نعت مجرور. وبما أن قلنا الواو حرف عطف، يوم يكون وتكون، إذن جملة تكون الثانية معطوفة على الجملة الأولى. بقي أن نشير بما أنها معطوفة، معطوفة في محل رفع أم نصب أم جر؟ نرجع للجملة التي سبقتها، يوم يكون، يوم ظرف، وبعد الظرف يأتي مضاف إليه دائماً، سواء كان المضاف إليه مفرد أم جملة. فالمفرد قلنا الطيور فوق الشجرة، فوق ظرف الشجرة مضاف إليه. وبالمثل هنا يوم يكون الناس، فجملة يكون في محل جر مضاف إليه، إذن جملة وتكون معطوفة على جملة يكون في محل جر، لأن الجملة التي سبقتها مجرورة. يوم يكون الناس كالفرش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أحبابي الكرام، أكتفي بهذا الجزء
ونلتقي في الجزء الثاني من هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.